تمي كانوا معي أنا ود تيني على الطبيب بكشيش وش مو في المعرض دي قال لي أو كسر لي المعرض دي قال لي ود أويني أنا دقبا من 2013 أو أنا مغطل وقال لي دي عندي أم عندها من سكرة علينا المسكروف والماء والدواء والأكلة وداكشي دقبل وقال لي دي عندي كتمشي عطلب شني يعطيك شني يعطيك يا أخ أمسى تكريهن شني يعطيا مياه شني يدفل عليا شني يسكبها أمك كين دابا انصرف ودابا أنا مابقى قايتش قادر نتحرك وكنت خدام كنت خدام في واحد الشركة أو كنت كنقراف وداكشي ودابا ملي ريحت من الشركة المصاريف ديال الحكايات عندناش دابا الوالدة مريضة في عمرها مقرا 67 عام وما تقدش تخدم ما تقدش تخدم وما كاين مني انت صراف مسكينة. السلام عليكم. ولدي كان خدام في واحد الشركة ديال طويسة ديال سباليون، كان داخل لي باقي صغير يلا طلعت لي لاكار، وهذاك النهار كان خدام خدم عام عام وخمسة أشهر. دابا هذاك النهار كان خدام هزوا الطوبيس الدراري قال لي كانوا ناعسين، ملي طل ولدي طل قال لي تاش كدير تم، قال لي بغيت نزل، قال لي نقص نقص، قال لي نقص تمي هاد الرجل المثنية طردك من الوسط، طردك من الوسط، بقى يشوف فيهم بحال هكا حاطين خافهم ويخرجوا، خرجوا من شركة قالوا لي، قلت لي أنا ملي مشيت، قلت لي علاش خرجتوا ولدي؟ قال لي الدري هذا ولدي، قال لي علاش أنا ما بغيتش نبقى؟ ثم خفت أنا خنزرتو بيا قبح له الفقر، مي ما عنداش، وفعلا هما خرجوا جروا علي. الساعة اللي رجعت جروا علي، قلت لهم دقزوا لي وشوفوا واش خاصو، واش هو مهرس واش واقع لي، قال لي الشافات بجوج، قال لي أبو كيسما ملي خرج شطبوا عليه وحيدوا لي الأوراق وكل شيء. قال لي أبو كيسما من تم هو كيعاني، قال لي أبو كيسما دابا ملي خرج ما عنده ما يدير. خرج عامر الفقاري من حد هو كيطحنا في الدار وأنا نقول له وليدي مري شاد ديول الكتف ديولك، شفت من حد كنت تخرج؟ قال لي أما راه الشاف قال لي نقز. نقزت قال لي رانا طردك من الوصف، طردك الدري من الوصف بقى هو هذاك، واحد شويه من حدو دخل عليه السيل من حدو هو بحال كوك وهو بحال كوك حتى تم الضلوع ديالو لصقو وتخشى لي هاد البلاصه تخشات لي والمصارن مات لي ياكل ما يشرب. انا وليدي ما عنديش ما عندي ما نصرف عليه ما والو بقى بحال كوك، بالليل ما كينعش كباتي غوت وانا ملي كنطلع عليه بحال كوك. كان كنطلب نجيب ديك 500 600 700 مع ما تقضي وليدي والموضه وكل تعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين. رانا ما عنديش ومقطعهم قرجه وما عندي من يحن عليا ميديتي قتلتنا. قال لك لا جا واحد السيد قلبها قال لي هاد قالوا لي هاد الدار هاد الميكروب اللي فيه هذاك الشيء ما خصكش تبقى فيها. قال لي حيت دابا هي ما مداوياش عمرها ما تصبرت. الله يرحم لكم الوالدين الله يخليكم. الا ما شوفوا من حالي رانا ما عديش وليدي فمقطوعهم قرجو ما عندي حتى واحد. عاونوني عاونوني بسبيل الله رانا ما كرهتش شي واحد يجي عندي ويتعاون معايا وليدي وحيد عليا الهم وحيد عليا الحزن. وداوي لي ولدي هاد الدري راه عندي عاوقه داوي لي هاد الدري